وجود الجماهير في هذه اللحظات شيء بيسعد الجهاز الفني، انه نتيجة الاداء والمجهود اللي بيحاول الفريق. في البداية طبعا بقول الحمد لله على الفوز النهاردة، واكيد الفوز مهم الحمد لله. وطبعا تحياتي للزملاء كابتن محمد فاروق طب والزملاء اللي موجودين في الاستوديو. اكيد فوز مهم ده طبعا الحمد لله، وبيقربنا 3 نقاط مهمين. واذا تطرقت للمباراه طبعا بقول ان في اختلاف بين الشوط الاولاني والشوط الثاني، وده طبعا وارد. لكن الشوط الاولاني كان ادائنا وبالذات في الشق الهجومي ما كانش يعني كان بعيد عن ادائنا شويه، لكن وارد. لكن الحمد لله في الشوط الثاني شفنا تغيير في رتم واداء اللعيبه، واثر عن 3 اهداف اللي احنا جبناهم. وفي نفس الوقت بقول ان كره القدم ما فيهاش ثوابت، لان فعلا ضاعت فرصه الداخليه لازم اتكلم عليها، لكن وارد كل شيء في كره القدم. في النهايه لازم احيي اللعيبه طبعا، واقول 3 نقاط مهمين، وبقول للعيبه مبروك. نزول مروان محسن النهارده وجاهزيته الفنيه مع الفريق، وواضح ان هيبقى في انسجام بينه وبين وليد ازارو، ده بيلقي بشيء ايجابي للفريق حتى مباراته الافريقيه القادمه. الجهاز الفني بينظر للمساله الهجوميه ازاي، خاصه ان هيبقى عندك اكثر من بديل في هذه النقطه المحوريه في الهجوم؟ اكيد طبعا، يعني نمره واحد لو قلنا عوده مروان، برضو مروان رجع من كذا مباراه، لكن يمكن استخدامه بيبقى طبقا لسيناريو المباراه. لكن النهارده اكيد لما كان في صعوبه في ادائنا الهجومي شويه، كان كل تفكيري طبعا تكثيف الناحيه الهجوميه، ويمكن وضعه هو في القلب، وممكن وليد ازارو على يمينه شويه ويبقى في تواجد ليهم هم الاثنين، اكيد هيعمل ضغط لينا ايجابي، وقد كان الحمد لله. وكان في توفيق كمان من ربنا كمان ان هو يسجل هدف، فاكيد من ايجابيات المباراه النهارده مشاركه مروان بالشكل الايجابي واحرازه هدف. يعني خطوه على الفوز بالدوري يا كابتن حسام، الرقم القياسي بالنسبه لك مهم، ان ده بيكتب في التاريخ ان الدوري بينتهي قبل نهايته ب7-8 اسابيع، ولا انت بالنسبه لك بتنظر لها كناحيه معنويه للدعم قبل مباراه الافريقيه او المشوار الافريقي؟ والله انا بتكلم طبعا بمنطقيه، المنطقيه بتقول ان احنا انا ما حسمتش الدوري لسه، لكن ان شاء الله يعني بنجاهد عشان نحسمه، وان شاء الله اكيد كل ما هنحسمه بشكل جيد باذن الله اكيد ده بيبقى شيء بيحسب للاعبين، بيحسب للجهاز الفني، بيحسب لاداره النادي، بيحسب لينا احنا كجهاز فني واداري موجودين في الوقت دوت. طبعا ان شاء الله باذن الله يبقى بشكل وبارقام جيده. اكيد كمدرب ببقى سعيد بالكلام دوت، لكن ان شاء الله ما يتحقق باذن الله، وبنسعى ان احنا نحققه ان شاء الله، ويكون ربنا موفقنا باذن الله. اخر سؤال، الجمهور الاهلي محتاج يطمن من حضرتك على الانطلاقه الافريقيه ومباراه مونانا الجابون اللي هيحضر فيها الجمهور في استاد القاهره الدولي. ان شاء الله بتمنى ان احنا نكون موفقين. سعيد جدا بحضور الجماهير، واكيد الجماهير يعني بنفتقدهم بشكل كبير جدا، وحبوا دعم كبير جدا لينا ان شاء الله، وفي بدايه مشوارنا الافريقي المهم جدا، وان شاء الله نبقى موفقين باذن الله. لان انا طبعا من الاهداف الاساسيه والرئيسيه ان شاء الله البطوله الافريقيه العامل حالي، وان شاء الله نكون موفقين فيها باذن الله. كابتن حسام شكرا جزيلا. اذا ده كان لقاءنا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي بعد الفوز على الداخليه بنتيجه جيده و3 نقاط رائعه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. عوده من جديد للاستوديو التحليلي والكابتن محمد.